بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الأكارم، والله حدثني أخ زوجته لها أب من أهل اليسار في هذا البلد، وساكن في أرقى أحياء دمشق، وله يعني سكن في المصيف. في صبيحة أحد أيام العيد توجهت ابنته إلى بيت أبيها. هناك إخوة لها من أم جديدة، من زوجة جديدة، أعطى ابنته من الأم القديمة مبلغ بسيط، قال لها حاجة انصرفي إرضاءً لزوجته الجديدة. فالمائدة العامرة والاحتفال والتكريم والترحيب ببنات الزوجة الجديدة، والعبوس والجفاء والأمر بالانصراف لابنته من الزوجة القديمة. أقسم لكم بالله، بلغني أن سنوات وسنوات تبكي هذه البنت بكاءً مراً من ظلم أبيها. انتبه، إن أردت أن تسترسل مع مصالحك ومع عواطفك ومع الأذكى ومع الأجمل ومع الأصغر، ترتكب خطأ قد يستمر مع أولادك إلى سنوات وسنوات، وقد يسبب لهم عقدة كبيرة. بطولتك أيها الأب أن تعدل. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.